من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. جناحك للمؤمنين لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا
واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قد نعلم
ونعلم أنك يضيق صدرك بما فسبح بحمد ربك من الساجدين واعبد ربك فلا تستعجلوا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك سيدي يا رسول الله أنت الذي نزلت من رحم أمك ساجدا كأنك تعرف السجود والصلاة ناداك ربك بأنك أنت المصطفى فكن بالناس ودون جئت مبشرا وأنت أعظم إنسان في الوجود صلوا جميعا على النبي المصطفى المحمود عشنا سويا مع القرآن الكريم والذي تلاه على مسامع حضراتكم خريج مدرسة القرآن الكريم وقارئ الدول العربية والإسلامية
فضيلة القارئ الشيخ حامد سفود القطعاني موجه القراءات جماعة قراءات الاسكندرية والمقيم بكيلو بطرة التابعة لمحافظة الاسكندرية بالاشتراك مع الهندسة الصوتية والفراشة الحديثة المتنقلة التي ركبت تحت إدارة وإشراف أولاد خفاجة ببسطرة باسم عائلات حجاج. نشكر كل من تقدم إلى هذا العزاء وتحمل مشقة السفر والشكر للجميع، وإنا لله وإنا إليه راجعون.